أبو إبراهيم يسأل يقول: من أولى الناس بالصلاة على الجنازة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولى الناس بالصلاة على الجنازة إمام المسجد، إمام المسجد المرتب المرسم من قبل الجهة المشرفة على المساجد، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن، ثم بعد ذلك يأتي في القوة الوصي، من أوصى الميت قال فلان يصلي علي، يأتي في المقام الأول، ثم بعد ذلك الأب، وبعد ذلك الجد، وبعد ذلك الابن، وهكذا. وإن حصل مشاحة يقترعون، إن حصل مشاحة يقترعون، لكن الأصل الذي يذكره العلماء الوصي، يعني من أوصاه الميت. لكن الآن أصبح هناك أئمة مساجد مرتبين مكلفين بصلوات الفريضة وصلاة الجنازة أيضا، فإذا كان الميت قد أوصى لحي فإن الحي يستأذن إمام المسجد، يقول سامحني أنا في وصية بأني أنا اللي أصلي عليه، أعتقد بأن إمام المسجد يعني ما عنده مشكلة في هذا.